وطبعا واضح انه الرئيس نبيه بري سوف يخلف نفسه، يعني بده يرجع يضل الدورة السابعة. هذا الأمر مش هو المشكلة، هو منه هو المطروح ما هي نسبة التأييد أو نسبة الأصوات التي سوف يحصل عليها. تقديري أنه سوف يحصل على نسبة متدنية مقارنة بسابقاته، ممكن تكون كتير متدنية حسب شو رح ينعمل وحسب موقف التيار الوطني الحر اللي عم بيفاوض على أشياء تانية تتعدى هذا الموضوع. هي لا تقتصر فقط على نيابة رئاسة المجلس، إنما على نيابة رئاسة المجلس، على شكل الحكومة، على الاتفاق على اسم رئيس جديد للحكومة مكلف لتشكيلها، وربما بداية الكلام بموضوع الانتخابات الرئاسية أو الاستحقاق الرئاسي. وطبعا كيفية التشكيل الحكومي، يعني الوزارات التي يريدها التيار الوطني الحر ويصر عليها، وإلا رئيس الجمهورية ما رح يوقع على توقيع الحكومة على تشكيل الحكومة. إذا مش مطروح حدا بديل عن الرئيس بري، لكن مطروح رسالة مش للرئيس بري شخصيا، إنما لفريق الرئيس بري، الفريق الذي يقوده حزب الله، إنه مش كل شيء بيمشي مسهل لما بتتخذوا قرار فيه. تاني، الرئيس بري عنده إشكالية. الإشكالية الرئيس بري هي أولا أنه 30 سنة صاحبة وحدة برئاسة مجلس النواب، أوكي في ناس بتقول أنه طول، بس مش هيدي بس مسألة الموقف الرئيس بري من التحقيق في قضية تفجير مرفأ بيروت، وإعادة نائبين، يعني كانوا الوزيرين علي حسن خليل وغازي زعيطر، على اللوائح وإلى مجلس النيابة. هذا يجعل بأنه حتى من يقال أنهم أصدقاء للرئيس الحريري، للرئيس بري، ما رح يصوتوا له لسبب واحد بسيط، مثل النائب ملحم خلف اللي بيتمنى يعطي صوته للرئيس بري، بس النائب خلف بيعرف انه الرئيس بري خاض معركة شرسة وكان في رأس الحربة في هذه المعركة، ومش بس وحده وآخرين أيضا، معركة شرسة بموضوع التحقيق والتحقيق. شو بتختلف عن عضوية هيئة مكتب المجلس؟ يعني ما رح يعطوا أصواتهم يمكن لممثلين عن تيار الوطن الحر، لممثلين عن القوات اللبنانية، ما تيار الوطن الحر الوزير جبران باسيل طلع شن هجوم على كيفية الإبقاء على الموقوفين داخل السجون، وصار قال أنه هذا التوقيف تعسفي صار. إيه بس مشكلة الأستاذ جبران باسيل مشكلة كبيرة كتير، ما بس بهالنقطة، عنده مشكلة بإدارة شؤون البلد، عنده مشكلة بالتمدد بالفشل الزريع اللي بكل الملفات التي تناولها، عنده مشكلة بمقاربته للحياة السياسية اللبنانية، عنده مشكلة إنه عنده مشكلة مع القواعد التي صوتت لهؤلاء للأشخاص اللي نجحوا، هولي 15 أو 14 بالتغييريين، هولي ما حدا هولي صوتوا لهم على قاعدة أنه ما بيعطوا لا بيعطوا لبسيل وما بيعطوا كمان لبري. لذلك بري بيطلع بنتيجة متواضعة، بس ما بيقدر شخص مثل النائب ملحم خلف أنه يطلع فوق أصوات التي صوتت له، وإلا بيكون عنده هو مشكلة كبيرة.